رأيك في الأزمة اللي الزمالك ما ينفعش تبقى معانا وبصراحتك المعهودة إن ما أسألكش أزمة القيد والأزمة أزمة كارثية بصراحة، يعني إن أنت مش عارف تأيد حتى 3 صفقات ما فيش غيرهم، مش عارف تأيدهم ومش عارف تعمل حاجة، وفترتين مش فترة واحدة. إيه لا أزمة، الأزمة منين وفين وإزاي؟ يعني هنروح نبتديها منين ومين الغلطان؟ الأزمة من بدري أو من هنقسمهم. زمان، في يعني هنقول مش عايزين، يعني هو المجلس المنتخب أيامها كان حسام أشرف هو اللي عمل القصة دي، وهو تمام طلع قال يعني الفكرة إن هما ما اهتموش بالموضوع، الناس المسؤولة في وقت الموضوع ده اللي كانوا عارفين موضوع حسام أشرف ما اهتموش بيه وسابوه، فبالتالي الموضوع تراكم على المجالس المعينه اللي جت وقفت اخيرا في المجلس المعين اللي موجود دلوقتي هو الكابتن حسين لبيب. فده المجلس ده اتحمل الاخطاء بتاعت المجالس القديمه، مش تمام كده كابتن عصام؟ يعني تمام تمام هو ده الموضوع، لكن في ازمه، في ازمه، لكن لا يسال عنها المجلس الموجود دلوقتي ولا اللي قبليه المعين، لان دي حاجه بقى لها فتره كبيره جدا والناس ما خدتش بالها منها. لكن في ازمه، طبعا الناس اللعيبه الجديده اللي جت اللي هي هتمشي كلها 3 اعراض، لكن في نفس الوقت برضه عايزين نقول ان برضه نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك هنقول كامله باللعيبه اللي موجوده باللعيبه المعاره اللي رجعت، فده برضه هيبقى اضافه لنادي الزمالك. لكن المشكله الاساسيه هي مشكله عدم الاهتمام بموضوع حسام اشرف لما مضى الشركة دي، فهي دي اللي عملت الأزمة الكبيرة للزمالك يعني. لكن خلاص يعني ما فيش امل بقى كده، هيضطروا يقعدوا سنة بنفس اللعيبة بنفس، يعني مش هينفع بالظبط، اي ما هي هي مشكلة كبيرة يا أستاذ ياسمين، لأن ما وبعدين ما ينفعش نادي الزمالك الاسم الكبير ده يتحط في الموقف، هنقول فيه في أندية كبيرة هنحافظ فيها الكلام ده، تمام لكن بالنسبة لنا احنا ما كناش يعني كان ممكن نحل الموضوع ده أو الأزمة دي من زمان، من وقت ما حسام أشرف قال الموضوع ده. عارف يا عارف يا وليد، احنا محتاجين برضو زي ما ذكرت كده، احنا عندنا بعض الملفات اللي هي الشائكه قوي اللي هي بتبقى قريبه مثلا في الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه او الحاجات دي كلها، لازم يكون فيها، ما يبقاش فيها ناس محامين هواة، يبقوا محامين محترفين بيعرفوا فعلا يتعاملوا في مثل هذه الملفات الشائكه، وانت لما بتسلمهم الملف ده بيبقى عندك نسبه 70 80% من النجاح مثلا اي مشكله مثلا، عشان انت ما تقعش في دوت بشكل يسأل كبير عليها، جدا. ما هو كابتن عصام ده يسأل عليها المجالس اللي بتجيب المحامين، هو بالظبط كده، وهي دي المشكلة انت كلها اسم دلوقتي. كبير وكيان كبير ونادي كبير، لازم تجيب الاسم او القيمه طبعا اللي توافق الكيان والاسم الكبير ده. بالظبط يا كابتن، لأن ما يعني احنا شايفين ان في تصريحات طلعت قبل موضوع الوقف ومفيش وهنحاول وهنحل وهنعمل، الكلام ده يا جماعة مش مظبوط ومش لا مش مش كويس. مظبوط. احنا فعلا احنا سألنا في الموضوع ده، وسألنا كان جبنا فيها قبل المباراة على طول كابتن حمادة أنور، وسألناه بصراحة وقال لنا لا احنا يعني مش عايزين نعشم الجمهور بحاجة مش هتنفع خلاص، يعني هو خطأ إداري من البداية للنهاية وخلاص، يعني ما مش عايزين نعشم الجمهور، ده هدفنا، يعني ان مش عايزين ايوه بالظبط محامين يطلعوا بالظبط، يقولوا في أمل ولسه هنستنى وهنشوف لا خلاص هي الموضوع مقفول، يعني سنة الزمالك هيكمل كده مش هيقلل. وخلاص ما فيهاش. وحماده انور طبعا من الناس اللي هي الاداريين اللي هم فاهمين عندهم طبعا. ثقه فاهمين وشاطرين اه جدا طبعا جدا، فما الكلمه لما بيقولها الحاجات الاداريه بصراحه حماده بدل قال كلمه يبقى هي مظبوطه، يبقى هي صح، لان هو راجل فاهم في الشغلانه دي كويس قوي، تمام فهي هنضطر نتحمل السنه دي بقى وربنا معانا يعني.